بعزاز تقريبا صرنا 3 سنوات قائمين على العمل الحمد لله بالانقطاع. جينا على منطقة كان فيها فجوي لخدمة الصحة الإنجابية للأطفال، يعني إحنا سكرنا الفجوي وحتى كمان تحملنا ضغط والآن من حالات أطفال ونساء. شهريا تقريبا بين 2500-3000 مستفيد بين نساء وأطفال بكامل الأقسام. يعني خطة لاحقة إن شاء الله للتوسعة لقبول عدد أكبر من هيك حتى نقدم خدمات أفضل ونستوعب الحالات الأكثر الموجودة بالمنطقة اللي ما عم تخدم للأسف عم تم تحويلها لباقي المشافى خارج المنطقة بحكم أنه ما في عنا شواغر موجودة بالمشافى يعني.